السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا بالمشاية. نعم. فأثناء بالطريق ما نمشي فدعبنا المكان هذا أكو شخص يعني ينطي رمز مراته حتى الوادي مسكن لك هاي السوالف. باني. بس ما يعطيها يعني بلاش للزوار، يعطيها بفلوس يعني، أعطي فلوس يعطيني الرمز. باني. فأني يعني بوقتها رجت من هذا الشيء، وأنا عندي خبرة بالإلكترونيات. فرجت من هذا الشيء هذا فغيرت رمز الراوتر وخربت الراوتر مالته كله. لا إله إلا الله. إيه. وأنا كنت جاهل يعني بالدين سيدنا. خربت رمز الراوتر مالته كله ومشيت كملت مشي. وهسه بعد مرور سنين أريد بس أعرف هذا الشخص نسيت يعني ما أتذكره بعد راح عن بالي. يعني خربت الراوتر، الراوتر خربته يعني حركته. ايه يعني تقريبا احترق يعني. مو انه اخترقته وحصلت الاشارة بس. لا لا انا ما اخترقته، هو طال رمز وطيته فلوس، ورا ما طيته فلوس دور حركت الراوتر مالته لان ضجت. هواي هواي ما شاء الله انت يعني عصبي وقراراتك. نعم. مودي. مشكور اخ ابو حيدر، ان شاء الله ابين المساله. مشكور حياك الله. ابو حيدر يقول انا في مشي لزياره الائمه صلى الله عليه، ما قال اي امام، في مشيه يقول جلسنا في مكان استراحه، صاحب الضيافه او صاحب المضيف اعطانا اشاره انترنت بس قال بفلوس، اعطيكم الرمز مال الراوتر بفلوس. يقول انا تأذيت في داخلي، شنو هاي، هاي الضيافه شلون هاي. يقول انا حقدت عليه فعملت امور معينه بالالكترونيات فاتلفت الراوتر، يعني جهاز الراوتر احترق بطريقتي انا. يقول انا في الواقع اشعر باني فعلت غلط واتلفت مال الناس وما اعرف المكان وين وشنو اللي اسوي. شوف يا ابو حيدر حبيبي، الانسان لابد ان شويه يفكر في اي تصرف، يعني قبل ما تتصرف شويه فكر، شويه اتأنى هذا صح لو لا، حرام لو حلال، الله يقبله لو ما يقبله، بس بس سؤال اي شيء الان، اذا اشيل هذه اذا اشيل هذه قبل ما اشيلها افكر ان اشيلها صح لو مو صح، غلط لو لا، الله يقبل لو ما يقبل. هاي الاسئله للانسان في كل عمل يسال هالاسئله لنفسه، هواي اشياء نقدر نتوقعها. انت جنابك انفعلت وحرقت ماذا، جهازه، التضامن، التضامن ضامن قيمة هذا الجهاز، والآن وين تحصله وقيمته ما مو شيء، يعني قيمته 10-20 ألف دينار مو هواية، بس انت وين تحصله ويوم القيامة، ترى مو بالدنانير، يوم القيامة البحث آخر والحساب آخر. أنا في الواقع أريد أبين نكتة أخلاقية في هالمسألة هاي، ما أريد الآن كذا أقول أنت ليش تتصرف تصرف بعدين تتندم منه، ليش ما تفكر قبل ما تتصرف، ليش تنفعل الانفعال. الآن كثير من الإخوان يشوفون مقطع ما عاجبهم، هاي السيد رشيد يحكي ما عاجبه، رأسا يعلق. بابا قبل ما تعلق فكر هذا تعليقك غلط لو صح، يرضي الله لو لا، في معصية لو ما في معصية، أقول شيء يعني الآن أقول شيء، الله شاهد البارحة أنا عند الحسين صلى الله عليه زيارة ليلة القدر، لو أقول لكم العدد الناس اللي قالوا لي سيدنا برينا الذمة، تدرون إيش قيد برينا الذمة، مو أنه باعتبار ليلة قدر، لا، سيدنا أنا حاكي عليه كبرين الذمة، سيدنا أنا سبيته كبرين الذمة، سيدنا أنا سقطته كبرين الذمة. ليش ليش نسوي شيء اللي بعدين نتخضع، تعال بريد الذمة وشلون أدور على أبو المكان وشلون أروح أن أدفع فلوس الراوتر وشلون كذا، ليش؟ فكروا يا إخواني قبل أن تتصرف، قبل أن تعلق فكر، قبل أن تشتم فكر، قبل أن تتصرف فكر، هذا التفكير أهم من كل شيء، أهم من كل شيء. رواش يقول تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. ساعة ليش؟ لأن هذا التفكير راح يوقيك وتتوقع من كثير من الأشياء. أنت ضامن إلى هذا الجهاز، لابد أن تبحث عنه إلى أن تيأس. إذا يأست ما حصلت أصلا، يأست ذاك الوقت تصدق بقيمة هذا الجهاز إلى الفقير نيابة عن صاحب الراوتر.